وبالنسبة للأعيان والعمد يا فندم، قدرنا نكسب لغاية دلوقتي في صفنا 50% من أصوات الناخبين، بس الحقيقة لهم طلبات كتيرة قوي ومكلفة جدا. أدي صورة من الطلبات بتاعتهم، رصف طرق وكباري ومستشفيات ومدارس. بس الحقيقة يا فندم الطلبات دي تكلفتها أرقام فلكية. مش مهم التكلفة، أي طلبات تتنفذ من بكرة على شركة المقاولات تبعت كل إمكانياتها ومعداتها ويبدأ التنفيذ على طول. أنا عندي فكرة يا فندم ممكن تضمن لنا أصوات معظم أهل الدائرة. يا سلام يا فوزي، عندك فكرة وسكت بتتكلم قول. طبقا للإحصائيات اللي عندنا يا فندم معظم الأصوات من الشباب. طبعا حضرتك عارف إن مشكلة الشباب الحقيقية البطالة، يعني لو قدرنا نضمن لهم وظائف بمرتبات مجزية مش هنضمن أصواتهم بس إنما أصوات أهليهم كمان. يا سلام، ده إيه التفكير الجامد قوي ده؟ وأنا هجيب آلاف فرص العمل منين للعواطلية دول؟ مسألة بسيطة وسهلة يا فندم، مجمع مصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة اللي معداته أوريدي وصلت، بدل ما نقيمه في المنطقة الصناعية في أكتوبر نقيمه هناك في مينيا القمح. الله، يعني نعمل مجمع المصانع في الدائرة نفسها، ومع بداية الحملة الانتخابية نقول انه اتعمل هنا لتشغيل آلاف الشبان، دي تبقى ضربة معلم صحيح. ساعتها يا فندم هيتقدم للمجمع كل الشباب اللي خليين شغل. وماله يا دكتور، ما يتقدم ان شاء الله 100,000 شاب واقبلوا كل الطلبات، وبعدين على ما ربنا يسهل بقى تخلص الانتخابات وننجح وادخل تحت القبة واخد الحصانة والمكان يدور، اللي محتاجه الشغل فعلا هيتثبت، اللي مش محتاجه هيتفور. والله فكرة عبقرية فعلا، بس لازم تتنفذ فورا علشان الناس في الدايرة يحسوا بالفرق بين اللي يقدر ينفذ بالفعل واللي ما يقدرش ينفذ غير بالكلام. صح يا شكر بيه، تتنفذ فورا، من بكرة يبدأ تنفيذ فكرة مجمع المصانع في مينيا القمح يا سيادة اللواء. ايوه يا باشا، بس المشكلة ان احنا نلاقي حتة الارض دي ويكون على بعضها وتنفع لمصنع كبير زي ده في محيط المدينة. دور يا سيادة اللواء، اكيد هتلاقي، وادفع فيها اي تمن.